ونطالب بدولة مدنية. هنا ومن أمام مكتب مجلس النواب العراقي بمحافظة كركوك دوى الصوت النسائي بالثبات على مبدأ الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بالدرجة الأولى والأخيرة، حيث حملت الوقفة الاحتجاجية الغاضبة لنساء ناشطات مدنيات ومن منظمات مجتمع مدني أمام مجلس كركوك. حملت الوقفة رسالتهن الرافضة لأي محاولة برلمانية من شأنها تعديل قانون الأحوال الشخصية. طالبة بإيقاف التشريعات الأخيرة اللي صارت بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك لما فيه تجحيف وإقصاء لحقوق الفتيات والأطفال القاصرات في المجتمع، وأيضا لتهميش الحقوق الفردية للزوجين الرجل والمرأة بقانون الأحوال الشخصية. لذلك نطالب بإيقاف التعديلات الأخيرة ضمانا لحقوقنا كأفراد ومواطنين في المجتمع. الشعارات التي رفضت تعديل أحوال المرأة والطفل الشخصية في موجة من التعديلات، انتقد نساء من المجتمع المدني ما سيأتي بتغول شديد على حقوق المرأة في الميراث وتقرير مصيرها بسن الزواج. طالبوا بالإسراع بتشريع قانون حماية الأسرة والطفل، قانون مناهضة العنف الأسري، ونلاحظوا يعني المجتمع العراقي يرفض أي تعديلات باتجاه يعني المجتمع يكون تقودها إلى انهيار. ولم تكن كركوك بمنأى عن الحالة الشعبية التي رفضت جملة وتفصيلا ذلك القانون، بل هي من شتى المحافظات العراقية سمعت في الشوارع والمنصات. هذا القرار راح يعني يضمن ما يضمن حق المرأة، وإنما قرار مجحف ضد المرأة، زواج القاصرات، الإرث، الشغلات اللي تمس المرأة، وهذا يمزق الهوية الوطنية ويفكك المجتمع. عناوين الرفض لما وصفناه سيدات بتعديل سيرجع العراق إلى الخلف بشأن حقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص كتبت بلغة احتجاجية ومطالبة من البرلمان وسياسيه إيقاف ما يمكن أن يفكك نسيج المجتمع العراقي بشكل أكثر مما هو عليه.